صباح الخير. والله راح مني شوي بس قلت منيح بلبلي هاي وحدي، هاي بلبلي تانية، هاي بلبلي تالتي، هاي استقلي شيختي، هاي كمان استقلي شيختي، هاي استقلي شيختي. هذا ابو طاقي سودي، يعني طير مقبول اليوم. خلين ما في بلابل، في شوي والله. ننطر قيعدي عم يجي بلابل عاو. والله اجي ثلاثة، تنتين عطاية، ثالثة ما لحقتها. ضربت اول وحده طايره فوق الشجر بعيده، غوصتها نزلت الثانيه، غوصتها الضرب انطعنت، الضرب الثاني رفقه فوق كرم التين جبته. كويس بلش الهوايا، كان الجو رائع بدون هدف وبدون اي شيء، جو جميل. تحياتي لكل الشباب من كل الدول العربية اللي عم يتابعونا. نقوم بالدعاء لأهل المغرب وأهل ليبيا، أخواننا، إن شاء الله الله يفك ضيقتهم يا رب، والله يحميهم والله يخلي عيالهم يا الله. إن شاء الله ظل بخير البلاد إن شاء الله. تقدر ندعي لكم بالخير ان شاء الله. ان شاء الله موسم صيد جيد. حاليا عندنا بالسهل قل الطير، صار هلق بيقلب على الجبل بعد ما خلص التين، صار الطير بيقلب على الجبل لفوق وين في بطم، في غار قطلب، يعني هلا صار بيدور على المناطق الجبلية اللي فيها طبعا طعام. انه هون بس خلص التين ما ضل شيء، بطن قليل، البطن فوق بالجبل، الغار وبطن حب قطلب بكيف. طبعا معي ايج روسي ماكينة بيضاء، بياخد ماجنوم، بياخد ضرب طول 6.7 سنتي، 6.7 ميلي، ومعي 9 روسي بايتا، ويعني صيد جيد مع سلحة. أتغير جو، يقعد الواحد لحاله هيك راحة نفسية. على الأرض تقبلوا تحياتي يا شباب اللي بيحب يجي يصيد عنا أهلا وميت سهلة. احنا منطقة بسوريا، محافظة حماة، منطقة مصياف، حرشة الخضر، اعطيتكم العنوان للصيد بالتفصيل. بيحب يشرفنا ميت أهلا وسهلا الشباب، رفقاتنا بلبنان، بالعراق، بالأردن، بالإمارات، ولكل المتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير واجد اليوم ما شاء الله، اسمان بلابل، اسمان بلابل اللي احنا نقله صفري، صفرة كنا نقله. السلام عليكم يا شباب، تقبلوا تحياتي.